عسالي. نسيب. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ كويس؟ انت كويس؟ وحشتني جدا. ربنا يخليك. احمد عسالي. سلامات. ازيك؟ ازيك؟ بص بقول لك انا ما بحبش نظام بقى التقديمات وكده، انت اساسا راجل قديم بقى وكده وبتاع وحاجات زي كده. ما تقدمش. انا بس عايز ابتدي ان انا اقول لك مبروك ان انت كتابك الكتاب الثاني اسمه الكتاب الثاني. هو دلوقتي رقم واحد الاعلى مبيعا في مكتبه الشروق. شكرا للقراء المخلصين. وانت كمان انت عندك انت كتاب اولاني اسمه كتاب ملوش اسم. أيوة. فانت الكتاب الاولاني اسمه ملوش اسم والكتاب الثاني اسمه الكتاب الثاني، وانت دلوقتي في برنامج البرنامج. واضح ان في علاقه بيننا فيما يتعلق بالاسماء. واضح ان كنا في فراغ يعني. بمناسبه بقى اللي انا بقوله لك ده، ايه رايك في حياديه الاعلام؟ هل في حاجه اسمها اعلام حيادي؟ يعني لو حد عايز يعمل اعلام حيادي يعمل، لو حد عايز يعمل اعلام مش حيادي يعمل برضه. ايوه بس ايه هو الاعلام الحيادي؟ هل معنى كده ان واحد يطلع ما يقولش رايه، ان نفضل مجرد ان احنا نعرض اراء من اليمين والشمال وما بقاش اي نوع؟ في ناس نوعيه الشوز بتاعتهم بتتطلب كده. هو يعني هيبقى هو هيعرف يعمل شغلته بشكل احسن لو طلع من غير ما يبان توجهاته الشخصيه، فيقعد مع الراجل اللي من اليمين ده زي ما يقعد مع الراجل اللي من الشمال، والناس اللي قاعده بتتفرج ما تبقاش فاهمه هو نفسه توجهه فين. هو كده يطلع شغل احسن. مين بيعجبك اكتر واحد؟ يسري جدا. يسري حقيقه، يسري فودة علم، اعتقد ان هو اضاف المشهد الاعلامي. ما تبقاش غير بقى. انا بنفسي اساسا. انت مركب مايكين مش عشان تبقى زيه؟ انا جاي، انا هنا مايكين وبتاع، انا جاي عشان نفسه. طيب هتشوف واحد تاني خالص في اخر كلام. يسري محايد وحياده بيتعمل بحرفيه عاليه جدا. لو حد ما يعرفش يبقى محايد مش لازم يبقى محايد. انا ما بعرفش ابقى محايد مثلا، ما بعرفش، بيبان عليا مثلا حد بيقول كلام مش عاجبني بيبان عليا، حد بيقول كلام عاجبني بيبان عليا برضه. انا لما انا اول مره سمعتك كان في اف ام راديو تي في، اف ام تي في، البرنامج اف ام تي في. اول ما فتحت التلفزيون مين ده؟ ومع ذلك انا ما كنتش عارف اقلب القناه، كنت عايز اسمعك. يعني انت كنت بتقول كلام، كنت بسمعك في الراديو يعني ما بيقولش كلام يعني، بس مش قادر ابطل اسمعك. انت كنت بتتكلم ببساطه جدا، و التقديم بتاع الكتاب الثاني او اللي انت كاتبه على ورا، يعني انت بتتكلم اعتبر ان الحياه لعبه بس مش لعبه قوي، او خليها امتحان بس مش امتحان قوي، مش مهم تكسب او تخسر، المهم تلعب وما تزعلش قوي. وانت واخد الامور ببساطه، انت مبسط قوي الامور في كتبك، مبسط قوي الامور في لما انت بتتكلم في الراديو، انت واخد الدنيا ببساطه. او انت شايف ان احنا معقدينها جدا؟ هو الحقيقه ده ما كانش قرار، يعني ما فيش قرار انا اخدته بان بتاع ان انا هاخد بقى مواقف بسيطه او هبسط الامور كده. هو انا لو انا في جزء ثورجي، فانا ثورجتي الحقيقيه طول عمري جايه على القوالب دي اللي احنا كمجتمع يعني بنعمل بيها كل حاجه. عندنا طريقه كده، عندنا حتى لدرجه ان رجل الشارع واحد ماشي في الشارع بياع بطاطا، لو وقفت مذيع تساله على حاجه اول ما تحط المايك في بقه كده تلاقي الراجل ده بيتكلم بطريقه مختلفه. انتوا ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ مش طريقته. هو الحقيقه بيعمل كده عشان مثقفين مصريين علموا الشعب المصري طول عمرهم ان هو بيبقى قاعد كده في البيت ما بيقولش لمراته يعني اعطيني طبقا من الرز. بس لما بيطلع في التلفزيون لازم نتكلم بشكل رسمي مثقف بلغه فصيحه سليمه. وانا مش عارف ال يعني اللي هو دي جايه منين. هل انت بتحاول تكسر القوالب دي في البرنامج بتاعك؟ انا بحاول اكسر بقى كل القوالب، انا كده بعرف نفسي على ازاي. يعني انت دلوقتي انت ده يعتبر صوره تانية من برنامج حب عسيلي صح؟ عسيلي في شارع يعني. عسيلي في شارع. على انا عايز اسالك السؤال الاول، ازاي بتكسر القوالب ديت؟ والناس اللي كانوا يعني انت عملت البرنامج ده من 3 4 سنين وبترجع دلوقتي بتعيده تاني، هل انت حسيت بفرق لما نزلت الشارع المره دي؟ هو عسيلي في شارع في استعماله الاول كان جزء من دي، كانت الفكره الاصليه في الحقيقه. يعني هو ده اللي انا كنت عايز اعمله اصلا، ان انا انزل الشارع. وفكره الكنبه كانت ان عشان نفسيا كده الواحد هو قاعد على كنبه وحط رجل على رجل وقاعد مستريح ومستربع كده، نوع الكلام اللي بيطلع منه كلام مختلف. والخطه دي نجحت فعلا. بس 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 حب عسيلي هو جاي يتعمل، اكتشفت انه محتاج، يعني بعد ما عملت كام تجربه كده اكتشفت ان هو محتاج ان انا اوجه الـ 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 الاسئله دي، ان انا اسال اسئله واخد ردود الناس عليها امنتجها، وبعدين اكتب الحاجات اللي انا عايز اقولها تعليقا على اللي هم قالوه، وبعدين الزق دول في بعض وبعدين ازعهم.
الحقيقه بعد الثوره لقيت نفسي مش عايز اعمل كده، مش عايز اصلا اوجه في حتت لاسباب كتير، منها مثلا ان دلوقتي الشان السياسي يعني طابع على كل حاجه، والمواضيع السياسيه دي مواضيع قليله واغلب الناس ما يعرفوش يتكلموا فيها الحقيقه، لان هي محتاجه مذاكره منهم اكتر، زائد ان كم الاراء في المسائل السياسيه كتير قوي على كل المحطات، فقلت خلاص خليهم هم يتكلموا، انا عايز افهم هم بقى بعد ما بيشوفوا كل اللي بيشوفوه ده وبيقروا كل اللي بيقروه للناس اللي بيقروا حاسين بايه بقى، هم شايفين ايه؟ ايه اكتر حاجه؟ وطبعا ردا بس على سؤالك، طبعا الفرق مذهل. ازاي؟ انا زمان كنت بتحايل الناس عشان الناس دلوقتي بيقعدوا دلوقتي بالاوتوماتيك، انا بقعد كده كل واحد جاي بزراره معايا لدرجه ايوه ازيك عامل ايه بتشتغل ايه اتفضل يروح تك تك، زي طبعا ان برضو يعني الكنبه بقت اشهر وعمرها بقى اطول، ففي ناس اصلا كتير بتبقى جايه هو محضر كده، جاي محضر 3 4 الموضوع الاولاني كذا والتاني كذا والتالت كذا، ممكن اجي تاني؟ فده طبعا حاجه بالنسبه لي مفيده جدا، واحلى حاجه فيها ان انا دايما في ناس بتفاجئني، هو ده العبقريه بقى بتاعت الشارع بالنسبه لي، في حد دايما 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 كل يوم تصوير على الاقل واحد او اتنين او حاجه يقعد على الكنبه كده وانا تفتكر واحده من اللقاءات ديت، يعني تفتكر مثلا واحد من اللي قعدوا معاك على الكنبه ويعني اثر فيك قوي، عمل يعني نور كده على الكنبه جنبك؟ هو في السيزون الجديد الحقيقه سعيد، على فكره برنامج عيسيلي في الشارع بيجي كل يوم جمعه الساعه 8 وفي رمضان متاخر شويه وبيتعاد تاني يوم الاحد، صح؟ ايوه لحد الساعه 12 بالليل، والدي في دي متوفر. طب تمام سعيد بقى ولد كده عامل زي شكله زي اطفال الشوارع، كان واقف وسط واحنا بنصور عند قصر النيل، واقف وسط الناس كده بس ضحكته، واقف في وسط الناس كده بص ضحكه منوره كده حلوه، ايه يا واد ده؟ وفضل واقف كتير، وانا كان في كذا حد بسجل معايا لحد ما خلصت فجاه، وهو كان شكله كده تعبان، حسيت انه بيتململ، رحت ناديه له. مش بقى يعني الناس بقت جاله اوفرز كتير للتبني، يعني بعد حلقه الناس هو فين سعيد ده؟ انا حاولت امسكه الحقيقه، يعني اديته نمرتي ما كلمنيش لسه، بس حاولت اخد نمره اعرف اوصل له بيها. ايه اللي لفت نظرك في سعيد غير ان هو بيضحك ومنور بتاع؟ ايه اللي لفت نظرك في كلامه؟ ان هو مختلف عن الصوره اللي بصراحه بنشوفها الاطفال الشوارع، اجريسيف شويه مثلا، دايما يكلموك كده ببجاحه، حتى لو هيطلبوا منك فلوس، حتى لو انت معدي كده يرمقوك بنظرات كده فيها حقد احيانا، فيها غضب احيان اخرى، فيها حاجات فيها حواجب. وسعيد متصالح مع نفسه جدا، وسعيد وطبعا طلع السر، اكتشفت في الانترفيو اكتشفت السر على طول، انه بالرغم ان اهله اجبروه ان هو يطلع مدرسه، ان هو بيشتغل عند راجل شيخ طيب جدا كما شرح لي، وراجل بتاع ربنا كما وصفه، والراجل جزمجي وبيعلمه كويس، وبيقول لي عمره ما شتمني، عمره ما ضربني، عمره ما مد ايده عليا، فده الحقيقه يدل على ان الناس دول بيبقوا، يعني اي حد بيبقى وحش لما يعيش في ظرف يجبره انه يبقى وحش، وبيبقى زي سعيد كده حتى وهو ما عندوش مقاومات خالص، لان هو يبقى لو اتحط في ظرف بس واحد بس الراجل بيشتغل معاه يبقى راجل طيب شويه واخلاقه حميده يطلع اخلاقه حميده. في حاجة أنا ملاحظها من زمان قوي في مصر، وانتهي إنها زادت شوية كمان، المفروض كانت تقل بعد الثورة بس زادت، إن الحكم على الناس بالمظاهر. أنت شكلك كده، أنت بدأني، أنت سلفي، أنت كذا، أنت شعرك طويل، أنت واد سيس، أنت كذا، أنت مثلا أنت قاعد قدامي يا سيلي مثلا وإيدك مليانة حظاظات، فأنا مثلا طبعا طبيعي إن أنا أتهمك إن أنت ماسوني، عميل، جاسوس. بس أنا ببقى ماسوني في الشتاء أكتر، يعني في الصيف مش في الصيف ما بتجيش على صحتك مش قوي. طيب بس فكره دلوقتي تصنيف الناس، انا دلوقتي بخش على الانترنت بيجي لي هلع، مجرد واحد عشان لابس كذا شكله كذا بقى يتصنف كذا. بص هو يا باسم، العيب ده عيب اصلي واصيل في الثقافه المصريه، ده عيب التحضر من الاخر كده، لان البني ادم المتحضر هو البني ادم اللي بيستعمل دماغه اكتر ما بيستعمل مشاعره، واحنا ما كناش يعني عمر ما حد علمنا الحكايه دي بصراحه، احنا كشعب يعني ما حدش علمنا. وزمان الموضوع ده زاد بعد الثوره، ان دلوقتي الناس صوتهم بقى اعلى. اولا زمان كانوا بيتكلموا اغلب الكتله من الشعب بيتكلم عن مواضيع كلها انانيه، او مواضيع ليها علاقه بالحياه اليوميه، او مواضيع يعني مواضيع ما لهاش علاقه بالشان العام. بس دلوقتي بقى في كلام عن الشان العام، وكل واحد عنده صوت، وكل واحد صوته بقى اعلى، زائد ان في برضو دايما كل حاجه ليها قفه كده. فإحساس الناس مثلا بقوتهم، المشتركين في الثورة إحساسهم بأن هم قدروا في الحقيقة يكسروا ذلك النظام الغاشم الغشيم، مديهم إحساس بالقوة، فاللي حاسس أنه أقوى ده صوته بأعلى، نبرته مختلفة،
ومش هتتصلح عيوب التحضر دي، ما بتصلحش غير بالتحضر. هل انت شايف دي حاجه بقى قريبه منها حته انت بتحكم على الناس بالمظهر بيلبسوا ايه؟ خلي بالك انا عيني على ال... بيلبسوا ايه؟ بشكلهم ايه؟ شعرهم ايه؟ دقنهم ايه؟ هل انت شايف ان احنا مجتمع عنصري؟ لا احنا مش مجتمع عنصري، احنا مجتمع بس عايز كل يعني الاغلب العام منه عايز كل ناس تانيين يبقوا عاملين زيي، او على الاقل خالص زي ما انا موافق ان هم يبقوا عاملين. طب ما ده نوع من العنصريه، لو انت مش شبهي مش لازم يبقى شبهي في الشكل. خلي بالك لو انت واحد مش دينك زي ديني، لو انت واحد مش لابس زي لبسي، لو انت واحد طريقه حياتك مش زي ده، نوع من العنصريه لحد ما. اصل العنصريه مختلفه شويه، العنصريه في العنصريه فيها جزء من الكراهيه. ده حاسس ان هو في جزء من حاسس ان هو توتر اكتر يا باسم. ما ده بيقلب كراهيه. انت لو تشوف برضو يعني انت دلوقتي بيبتدي الواحد الاولاني ان هو واحد جاي من بره، مجرد ان هو واحد معاه دكتوراه من بره ده يعتبر دلوقتي ان انت متآمر وعميل وبتاع كذا وبتاع كذا. لمجرد ان واحد بيقول لك ان انا مثلا متدين زياده يبقى انت واحد جاي من الناحيه الثانيه. انا برضو بحب افصفص الحاجات. اولا ده اللي انت بتتكلم عليه ده اللي تحضر برضو. ما طبعا الانسان عدو ما الانسان عدو ما يجهل. لو انا طلعت في الدنيا قالوا لي ان اللي جايين من امريكا دول بصهاينه، ما انا هبص كل واحد جاي من امريكا ارفع له حاجب لان انا مش عارف. ففكره بس ان احنا اول حاجه اول خطوه في السلم ده ان احنا اول سلمه ان احنا نعترف ان الانسان عدو ما يجهل، ان انا لو في حاجه مش عارفها الغلط عندنا لازم انا ابدا اعرفها. لما تسمع عن حاجه وتلاقي عندك مشاعر يا اخي تجاهها سلبيه، طب ذاكرها كويس وشرحه المشاعر الايجابيه. يعني ما ينفعش حد يحب البرادعي عشان 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 يعني من غير ما يعرف ليه. لازم نبقى فاهمين احنا بنحب كل حاجه ليه، الا الطعميه والفول وكده يعني والاكل. يعني ما حدش بيطلب منك تقول انت بتحب الحمام ليه، قشط عليك يعني حب الحمام. بس لو بتحب موقف ما سياسي لازم تحبه، لازم تؤمن بيه. يعني ما ينفعش تبقى بتحبه، لازم تبقى مقتنع بيه. فالمواضيع دي يعني فكره ان الناس عايزه، المصريين عايزين الناس اللي ماشيين في الشارع يبقوا على مزاجهم. كل الناس انت عارف المشكله ايه؟ دعونا نبقوا على مزاجنا. المشكله ان احنا مثلا كنا قبل 6-7 اشهر قبل حكايه الاستقطاب من اي واحد اجنبي جاسوس، كان عادي الناس ماشيه اجانب معاها كاميرات نازله تصور. دلوقتي انا بيجي لي قصص من ناس اجانب نازلين يصوروا كسياح عادي، مش قادرين يخشوا المناطق اللي هي الشعبيه اللي كانوا بيخشوها قبل كده عشان بقى في استقطاب. دلوقتي يقول لك انتوا اجانب جاي تصور ليه، مع ان هو نفس الاجنبي اللي نفس الكاميرا. يعني هنا ما حصلش اختلاف، البني ادم ده هو نفس الامريكاني ولا الاوروبي اللي كان جاي من بره، وهو ده نفس السائح اللي كان بيدفع وكان الراجل المصري ينبسط ان هو جاي ويفتح له مجازز. دلوقتي انت بقيت تخاف منه زمان، لان ده حصل في 6 اشهر من خلال الاعلام بس. ده حاجه خطيره، ده حاجه تتعبني انا شخصيا. فاكر من 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 شويه سنين كده كان في حصل بروباجندا ما في الصحافه عن صحفيين اجانب كانوا بيصوروا مظاهر يعني مشوهه للمدنيه المصريه وحاجات كده، وحصل هيصه وبتاع، وحصل المشكله دي حصلت في الشارع، وحصل كذا اعتداء على سواح ماسكين كاميرات تيجي تصور اتوبيس مثلا الناس بتجري وراه فتلاقي الناس كلهم ملمومين. بس ده بدافع وطني، يعني بدافع وطني جاهل في الحقيقه. النبره دي مش هم اللي اخترعوها لنفسهم برضو، النظام هو اللي اخترع النبره دي. ما تنشروش غسيلكم اللي مش عارف ماله، غسيلكم ايه وما غسيلكم، واحنا في سنه 13 كل حاجه على الانترنت والعالم كله على الانترنت في كل حته. لو عايز تشوف الشارع في مومباي عايز تشوفه اتفضل ادخل شوفه، الموضوع مش سر يعني مثلا. فالناس برضو محتاجة تتعلم بطريقة مختلفة. وأهم ما يخصني في الموضوع ده إن الطبقة المتوسطة، طلبة الجامعة، هم اللي مش مسمح لهم بقى يعملوا كده. إن دول المفروض إن هم قاطرة الشعب، دول اللي هيجروا اللي تحتهم، دول اللي المفروض بيفهموا. لما تدخل بقى على الفيسبوك وعلى الإنترنت وتلاقي طلبة جامعة وخريجين جامعة وناس ناس ناس دول المفروض يقودوا التقدم، بياخدوا مواقف جهلة في الحقيقة، لانها مواقف بلا علم عما يتكلمون عنه، بياخدوا مواقف متعصبه، بياخدوا مواقف متشدده، بياخدوا مواقف يشتموا يقلوا ادبهم. عيب، ما ينفعش. دي تصرفات بتاعت رجل الشارع اللي مش متحضر. ما ينفعش طلبه الجامعه لما تصرف كده وخريجين الجامعه لما تصرفوا كده يبقى احنا بقى ايه. انت قلت لي ان انت كل 6 شهور سوري كل 6 سنين بتعمل شيفت، كل ست سنين بتتغير، بتعمل الاول كان تلفزيون وبعدين كتاب وبعدين انت يعني اللي اعتقد ان الطموح الجاي انك تبقى طباخ.
هو انا نفسي يعني كل كمان ما بيشتد الظرف انا مش بتاع، انا راجل عايز ابقى راجل فيلسوف، انا مش عايز اقعد انخرط في الكلام بتاع الخناقات ده. السياسه كلها مشكلتها انها كلها خناقات، وانا مجرور جرا الحقيقه الى الموضوع السياسي ده من اول الثوره. انا طول عمري بلمس في الشان السياسي ان كل حاجه ليها علاقه بالشان السياسي، بس دي مش شغلتي. انا شغلتي ان انا اتفرج كده واحاول ابص بعين مختلفه واشوف حاجه مش اغلب الناس بيشوفوها بالفطره واروح مشاور لهم عليها عسى انها تلهمهم، دي شغلتي. فشان سياسي فعلا مزعج بالنسبه لي. اما عن طموحاتي الشخصيه وانا عايز ابقى راجل عجوز، مش عايز ابقى محشور في الحاجات دي بصراحه. عايز تطبخ؟ انا عايز نفسي انا نفسي يبقى عندي مطعم صغير كده. أيوة. وفوقه شقه صغيره، فاولا ما يبقاش فيه اي نوع من انواع المواصلات. يستحب والله يعني لو في حته، انا عايز مكان جميل وخلاص، عايز مكان جميل ومحدش يضايقني، واخد ساعتين السياسته بتوعي كده 3-5، اروح انزل الميه اعوم شويه، واصحى الصبح الساعه 6 اروح السوق اجيب سمك وخضار ولحمه طازه. ويعني فكره المهنه البسيطه دي نعمه لا يقدرها الا اللي بيشتغل ومهن مش بسيطه. عايز ابقى صنايعي، تديني حته لحمه احطها على الجريل واحط لك عليها رشه فلفل واحطها لك في طبق. انا جعت يا عسيلي، كفايه. انا جعت. البساطه دي من احلامي، يعني احب ابقى، كان نفسي ابقى اي حاجه بسيطه الحقيقه. كنت عايز ابقى صياد، ابقى مزارع. للاسف انت مجرور في الموضوع ده، هو غصب عنك، ومع ذلك هنجرك زياده. عسيلي معلش، كتاب ملوش اسم، كتاب الاولاني، كتاب الثاني اسم الكتاب الثاني. زياده على اللزوم، ببساطه زياده على اللزوم. انت قاعد في برنامج اسمه البرنامج، فاهم؟ دي معلش معلش. وعسيلي في الشارع، انت متعدد الامور بعسيلي. وفعلا يعني انا متهيالي ان الناس اللي بتسمعك سواء كانوا طلبه جامعه، سواء ناس عاديين، سواء ناس حرفيين، انا حاسس ان كل واحد بيلاقي نفسه في حاجه انت بتقولها. ويعني اتمنى ليك مزيد من النجاح دايما ان شاء الله. انا ده عشمي والله. وانت، انا فعلا عايز ارحب بيك، يعني لو كان ليا ان انا ارحب بيك. انت ادم، انت ادم. رحب بيا، رحب بيا، رحب بيا. اولا عندك فريشنس كده، عندك حاجه تاني جديد كده، ودم خفيف وذكي. استمر استمر. وشغلانتك كدكتور بقى تبقى متكامل، هتعمل، عارفين الناس اللي يبقوا مكسوفين فيعمل نفسه بيكسف برضه يعني. بس فعلا جود لك ليك، اتمنى ان انت مسيح يا حبيبي، ربنا يكرمك. ولقاء جميل جدا معاك، ويعني واشوفك تاني على طول، وخدني عندك في الشارع بقى. عاش مصر حره مستقله. يس. تمام. شكرا ليكم، وان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج معلش دي بتاعتي انا بقى البرنامج.